كنتم الناس تكونوا بألف خير وصحة جيدة، كديرين كديرين مع الصحة، كديرين عائلتكم وليداتكم وكاع لاباس عليكم. كنتمنى الناس تكونوا بألف خير وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو. المهم البنات كيف ما كتشوفوا هالحنة اليوم كيف صبحات البارح كنت شاركت معكم من ينفشت، شوفوا تبارك الله جات زوينة نتوما. المهم بالنسبة للعرس البنات حيت عندنا حتى العشية غنتغداو هنا في الدار وعاد غنمشيو للعريس ان شاء الله غنمشيو مع الربعة. بالنسبة للعرس البنات راه في بن سليمان، المهم كاينة طريق شوية مشو. عجبتني الحنة، حمقاتني، واخا انا ما عنديش مع الحنة بزاف الا لا كانت شي حاجة زوينة كنديرها، وعجبتني تبارك الله على النقاشة. المهم غنمشي دابا باغا نخرج انا والوالدة، مرت خويا راه كترد في الغدا، غنخرج انا و المهم بلي السلام ود خويا هذا. المهم غنخرج دابا انا والوالدة نشري الكادو ان شاء الله، وها نتوما معايا نديكم. البنات كيف ما كتشوفوا هنايا جيت لعند مول امي عن هذاك عند امي عند زوينين، خديت من عنده هاد البلاطوات كيف ما كتشوفوا في الكري هما اللي عجبوني. المهم قادوا لي، قالت لي قاد لي واحد الكادو يكون جيد، قاديه لي بالورق ديال الهديه. وهنايا البنات رجعت للدار حيت هنا مجموعين اليوم، كاينين خوتي كيف ما كتشوفوا البنات، وهنا مرت خويا راه كتصوفي الدجاج في لاكور. هاتوما البنات كيف ما كتشوفوا راه قداتو مزيان ان شاء الله، بغانا ويا دير لينا الدجاج وصفة ان شاء الله. والمهم نهير زوين غدوزو معايا ان شاء الله اليوم. صافي هنايا ان شاء الله غتمشيو معايا عند المهم البنات. المهم دوزت الكادو للدار وخرجت مشيت على الكوفور هنايا، صوبت حجباني كيف ما كتشوفوا، غير صوبت معايا بي تما درت لي مقلم، صوبت حتى شعري ودابا غادا للدار. صابرين ديجا صوبت ليها قبل، وصلتها للدار وخليت جناتي في الدار وخرجت. المهم دابا غنمشي نتغداو عاد ندوز ان شاء الله نوجد، باقي موجد حتى حاجة، باقي موجد الحوايج لبناتي لا والو. المهم اللي درتها هو هانتوما معايا راني نجرف رجليا. المهم البنات حنا رجعت دابا للدار، مرت خويا بدات كتخرج في الهضر، نتغداو وعاد ان شاء الله ندوز نكمل التوجد سوما. عطيتك البلاصه الثانيه يديروا لنا الدجاج. الوالدة دارت لنا الدجاج تبارك الله على مرت خويا. صافي غندوز دابا نتغداو ان شاء الله ومن بعد نتلاقاو. دابا كبير زيتك تا ما غنلبسوش هذا، ما بغا ما غنلبس الزرق. الوالده قالت لي لبسي الزرق اللي ديجا تا هو هذا العالم ارض نشافو عندي الاخوات، غنلبس هذا بس هو جاني زوين. شوفوا بنتي دارت لي ذهبي. ويلي 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 ديات لي كلش. صافي امي هاد الصفاره امي طلعي للفوق، ما غنلبسوش غندير زرق. عقبي ما تعقبي وهذا غديه حتى هذا حتى هو زوين، هذا حتى الاخر ولبس بس الزرق وهذا اللي لابسه دابا حتى هو عجبني. هاي اش خيتي يلاه زكت، راه راه بيا ديولي راه بيا ديولي
المهم انتما معايا ان شاء الله نبداو غادي. اري اري انتما كدوروا بيا انتما المهم البنات حنا خرجنا دابا من الدار ان شاء الله غنشدو الطريق لبن سليمان حيت الاخت ديالي راه قدامنا. المهم ان شاء الله منين نوصل نتلاقى ان شاء الله ونكمل معاكم الفيديو. دير باي باي دير باي باي. حنا شحال كحالت رجعت كحله. هنا كيف ما كتشوفوا اخواتي كانت هذه اللبسه اللي لبست. المهم درت معها سويك صغير في الليموني ودرت معها صبيبات في الليموني كيف ما كتشوفوا هذه الصنيديله. صافي درت الذهيب ديالي صافي درت معها هذا الزويف كيف ما كتشوفوا. درت الماكياج درته غير انايا في المهم غير في الدار صوبت حتى اختي كيف ما كتشوفوا. صافي ودابا غنهودوا ان شاء الله حيت القاعه دايرين كيف ما كتشوفوا قدموا لينا اتاي هنايا حطوا لنا البلاطو ديال الحلوه عجبوني الشكيلات تبارك الله عليهم والله يكمل عليهم بالخير يا ربي ويترزقهم الذريه الصالحه ان شاء الله. المهم داز واحد النهار لي زوين والله نشطنا شويه ونسينا التماثل الطاليان ونسينا الهموم ديال الطاليان الحمد لله.
صافي هنايا البنات ملي كنا كنشربوا في اتاي ومن بعد ناضنا كنشطحوا حتى حنا شي لمح حنا. المهم شاركت معكم بعض اللقطات، كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم خواتاتي. المهم هنا تاع الاخر ومهم دخلوا الرجاله صافي شدينا الارض. المهم هنا داروا الخياله. المهم جو زوين، جو زوين عجبني. هيا الرش، هيا الرش، هيا الناس ليا نسيب سفيان. قميص لي خفيف كيف ما كتشوفوا صافي هنا عييت وجاني النعاس هنا في الاخير. هذا ما كان خواتاتي، كنتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم وشكرا لكم بزاف، وما تنساوش دائما انني احبكم في الله وان شاء الله في ريوسكم وقبل لكم البنات.